أيهم أحق بحضانة الطفل إذا وجد، الجدة من الأب أو الأم والخالة والعمة؟ الجدة من الأم أولى من الجدة من الأب، لأن المقدم الأم ثم أمهاتها، الأم ثم أمهاتها على أمهات الأب. لكن الشيخ تقي الدين يقول لا، يقول الأولى الأم ثم من بعدها الجدة من قبل الأب، لأنها أقرب إلى الميت من أقرب إلى الطفل من الجدة من قبل الأم وأشفق عليه. فشيخ الإسلام يقدم نساء الأب على نساء الأم، بينما المذهب العكس، يقدم نساء الأم على نساء الأب. نعم.